ابنك صيدلي ودايما حاسس بعدم الرضا وعدم الامان، دايما ببقى عايز اعمل كل حاجات في وقت واحد، وبالرغم انك اجتهدت وذاكرت وتعبت ودخلت كليه من الكليات الصعبه الا اني مش راضي ومش حاسس بالرضا. اقعد مع مهندس احس ان الان كان نفسي ابقى مهندس، اقعد مع دكتور صاحبي شغال في مجال تاني اقول لا عايز ابقى زيه، اقعد مع ضابط اروح متاثر قوي اقول انا ليه اترفضت من كليه الشرطه، انا كان نفسي ادخل حربيه ما حصلش نصيب، بدور على فرص سفر وحاسس دايما ان مفيش حاجه هتتظبط معايا وحاسس ان ناقصني كتير ولسه مش عارف حاجه، وحاسس ان انا في فشل دايم بالرغم ان انا شغال في شركه ادويه مالتي ناشونال انترناشونال من الحاجات الكبيره دي يعني، بس مش هقول اسمها طبعا، وكويسه بس دايما بتاثر وعايز ابقى الشخص اللي قدامي ده مأثر عليا. بص يا حبيبي، المشكلة إنك سايب نفسك لأفكارك الهدامة. الفكر اللي ما يبنيش ما يلزمنيش، والفكر اللي يهدني أهرب منه وتقفل عليه. في أفكار إحنا، المقارنة يا حبيبي داء وراه كثير من الخطايا، غيرة، صغر نفس، كبر القلب، كل ده يجي بالمقارنة. فأنت مشكلتك بالمقارنة. طب يعني لا تعرفي، ما احنا عارفين ان مثلا الكليه اللي هو كاتبها اعلى مثلا كليه التجاره، لو قابل واحد من خريج كليه التجاره وبيكسب كويس يقول لك انا ضيعت فنيت عمري 6 سنين في كليه صيدله ولا 5 سنين في كليه صيدله وبشتغل بكلام، وادي اللي في بكالوريوس تجاره بياخد قد مرتين. في ايه؟ انت كده بتهد نفسك يا ابني، انت داخل جوه مقارنات هدامه، حلها انتهار الفكر وتقتنع كده. الفكر اللي ما يبنيش بيهد، والفكر اللي بيهد ما يلزمنيش، ده عاوز قرار عقلي انك تبطل الحوار ده.